المستوى ولدي ما غادي يرجعش، ما نظنش باش غادي يرجع، بان ما مازال خص الوقت. على قبل دابا قبل كل شيء كانوا بعدا ما كيترينوش اللعابه، لونطري ما كايناش، وثانيا الانسان كيتريني انديبوندون في الدار ديالو، ما يمكنش. اما لونطري مع الجماعه شي حاجه، فهمتي؟ او تماما. ونتمنوا من الله ان شاء الله مستقبلا باش يبدا حتى الجمهور يدخل، فهمتي؟ وان شاء الله راه ما كاين غير الرجاء. بالنسبة للبطولة الوطنية، بالنسبة للأندية الكبار إن شاء الله غادي تكون البطولة الوطنية غترجع هابطة واحد شوية على حسب الجمهور ما يكونش، والوداد إن شاء الله غادي يرجع أقوى وغادي يدي البطولة وغادي يدي العصبة إن شاء الله الرحمن الرحيم، وديما وداد. نظن بأنه المستوى ديال البطولة الوطنية حالي ما يمكنش يرجع كما كان من قبل، نظرا لهاد الفتره ديال كورونا ديال الحجر الصحي اللي دامت واحد 4 أشهر، فما كنظنش بانه المستوى غادي يرجع، خاصو الوقت كثير بالتدريجي، عادي يمكن له يرجع كما كان واحد المده ديال 4 شهور ولا 5 شهور، عادي يمكن له يرجع كما كان. اما حاليا انا كنظن بانه ما غاديش يرجع المستوى ديالو. ما نظنش ان البطوله الوطنيه غترجع كيف ما كانت، حيت هاد كورونا اللعابه فقدوا التنافسيه اللي كانت في لونطريمون، وداك لونطريمون اللي كانوا كيديروا في البيت ديالهم، ما نظنش ان غيرجعوا في الفورم، حيت خاصهم بزاف. انا بعدا جاني ما غيرجعوش في الفورم اللعاب، غيخاصهم بزاف ديال المباريات باش يلاه رجعوا في الريتم. كنتي سولتيني على الرجوع ديال البطوله كيفاش غتكون. البطوله فيها جوج مسائل، اما ترجع بطوله عاديه اما ترجع اقوى، وانا تيبان لي ترجع عاديه. علاش؟ لان الناس تعطلت في التدريب، ها وحده. ثانيا التدريب كانت ما كانش في الملاعب، كانت في المنازل، شي تيتريني في مزين، شي موسع لي الله راه عنده اتساع يقدر يدير ديك الحركات جدين. المهم هذا الرجوع ديالها غادي يكون حبل بحال قلت لك، بحال شي يهله، اما تكون بطوله غدا مزيان اما تكون ضعيفه. وحذاري من اصابه ديال اللاعبين، حذاري، لان دابا واعر حذاري من اصابه اللاعبين اللي تنخاف منها انا كاع، كاين الفرق اللي تعصبوا، وحذاري ثاني من هذا الوباء، هادشي ديال الكولورا راه ولا يضرب الفرق. كاين الامثال ديال الفرق اللي دابا كالمغرب الفاسي، كالرجاء البيضاوي، كلشي هادو كلشي، ولكن حاضرين هادشي، هذا هو المهم، ليسونسيال. المهم على حسب السؤال اللي طرحتي، المستوى ديال البطوله واش غادي يكون كيف ما كان في الاول يعني قبل كوفيد؟ انا كنظن بان حاليا هو ما كاين مستوى حاليا صراحه، وكنظن ان بدات كورونا كتحيد وبدات الدوله معناتها كتحيد الحجر الصحي، فكنظن بان المستوى غادي ان شاء الله تدريجيا من غيبقى يتحسن ان شاء الله، هادشي كنظن انا.